Leva aquele. Leva depois, leva. اذا للزمن رجالات ومتتبعي قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر اليوم حنا تتواجدوا مع السي عمر زويتا الله يطول في عمره ويخلي له صحته قيدوم الكتبيين هنا بمدينه مراكش اللي على يديه يعني دازوا اجيال واجيال عظماء الناس اللي كانوا لهم الفضل في الانتاج في الانتاج يعني الكتب للان لها الثقل ديالها والوزن ديالها على المستوى الوطني والعربي بصفه عامه. سي عمر يعني القصه هذه تكون مفاجئه بالنسبه لكم في خلال هذا المباشر يعني من انسان عصامي كون نفسه بنفسه يعني بدون مدرسه كانت المدرسه ديالو هي الحياه مدرسه الحياه. هنخليو السي عمر طبيعه الحال خلال هذا المباشر هو يقربنا من التفاصيل اكثر. المدرسه ديال الحياه الاولى هي الكشفيه. نعم 1951 كنت خدام في المجادلية شاد تقشا شبيت ديك الساعة مولاي عمر السعدي تما كاين الكشفية الأولى وتيدوز للدار عنده واحد ناش الجوق هذا ونا نتبعهم ونا نتسجل في الكشفية عفيان إيوا داز شي ثلاث أيام قال لك يلا صباح جو باش تمشوا لطمصلوحة على رجلكم يعني هذه البداية بداية أنا 51 52 مع الاحداث تما في المجادليه في العشيه مع الخبر ديال لندن الناس تيسمعوا الراديو تيتكاو على الراديو تيبدا نتسائل انا علاش ما تيسمعوا هذا وذاك الراديو كان ديك الساعه تيسكت وضربوه بالبنيه اي وتيعاود يخدم يعني هنا بقات تدخل لي الاحداث ديك الساعه مع الاحداث الغليان في العالم ديك الساعه تنسمع لندن السياسه بين السائل والمجيب تنسمع افريقيا وقع فيها كذا افريقيا وتيجمعوا الناس يسمعوا عاد ديك الساعه الاحداث ديال المغرب بما يسمى ديك الساعه المصطلح الناس تيقولوا ايامات المظاهره ما تيعرفوا ما تيقولوش تاريخ ولا الشهر تيقولوا غير ايامات المظاهره ديك الساعه احنا واقف انا هنا هذه المدرسه عندي الاولى مدرسه المجتمع تنسمع هذا الحزب هذا بدون ما يكونش عندنا شي بلاصه مثلا في الزاويه العباسيه تندخلوا نتاثروا فيها ولكن الاحداث اللي كانت تتوقع والاخبار هي اللي اثرت فيها بالنسبه لي انا وليت عنصر اخر وليت هذه المدرسه الاولى المهم من بعد بما جاء الاستقلال عاوتاني تسجلت في النقابه الاتحاد المغربي للشغل اللي هي دابا الان احدى دار الباشا راه كاين داك الكراج مكتوبه فيه الشبيبه العامله. نعم. انا تكون لي تكوين اخر وتنتسائل تنتسائل انا فين كاينين صحابي هذاك النهار جاو داونا المدرسه البوليس كاع ولاد الزاويه تقريبا تما مشينا حنا شي سته ولا سبعه داونا عبد المؤمن ودخلوا عطاونا الكسوه وعطاونا الماكله باش نقراو كل شيء تما ما شاء الله ايوا صافي انا كاع تما وجاني الحل ما تنمشي تقشاش بيت تنجيب جوج دريال وليت كاع تما وتنمشي للفران واحد الفران تما الفران اشنو سبابي فيه وكان واحد
الحضار الفوق فوق الجامع ديال سيدي غالم. ومن بعد تيمحيو الدراري اللواح مع انا كنت نحفظ بالزربه تجيني تقول لي الفخير محي اللواح ونشفهم. وليت ثاني محي اللواح ونزلوهم لبيت النار والشتا كاينه ونشف اللواح. شوف هذه الفكره ما قال لي تندي اللواح ندخلهم لبيت النار اكسا الصباح باقي تسخن. هذا على خشو ولات من الفران ثاني خليت تقشاش بيت وليت الفران ثاني قبض 4 دريال. بقات هذا هو حكايتي مع الفران. الفران هذيك الساعة ولينا في النقابة. نعم. يعني السعمة كيفاش كونتي نفسك يعني انسان ما قاريش كما تنقولوا حتى وليتي مهم هو الاحتكاك الحقيقي. انا افتخر بها واقولها خريج مدرسة المجتمع انا. ولكن كنت محظوظ الاحداث اللي كانت الغليان قاعدة والتكوين ديالك شويه كيفاش تكونت عجزنا بالنقابه ديك الساعه تيعطيونا دروس نقابه والتحرر وكلمه التحرر حتى نتسنتوها كان ما او تنسموها كذا. هذا هو الحظ اللي كنت فيه محظوظ تنعرف حياتي. هو في 58 سجلت انا واحد الدري باش نمشيو للدار البيضاء. مات الوالد مشيت للوالده وانا نهز واحد الصندوق فيه 120 ريال مخرطها ليها وركبت للدار البيضاء ديريكت. الحظ تلاقيت مع الاضراب ديال الفرارنيه في 59. شوف هذا الشيء انا هذه حياتي. شوف كيفاش نتلقى. دخلت للنقابه وليت مع النقابه وليت ديك الساعه سيدي عبد الله ابراهيم تيعطينا الدروس في شارع فاسمو قدام السينما الملكي في الدار البيضاء. تما كاين المقر الفوق ديال الاتحاد. الانسان حتى اللي يعود يهضر يعود تيوثق مزيان هو تيبقى عارفو الناس. تما كانوا تيعطيونا الدروس العمال شناهي والنقابه وهذه شويه الاحداث اللي كانت فيها. بن بركه اللي قال كذا كذا. نعم. بلال الله يرحمه عبد العزيز بلال يعني العناصر بن بركه ديك الساعه كانت محاضره في مراكش. لا كلهم الا كان بن بركه في مراكش جا المحاضره طريس تيديرها في الرباط. عبد الخالق طريس مع اكبر السياسيين في المغرب. عبد القادر طريس راه خصنا نعرفوه. هذه كانت ديك الساعه كان بالسيف عليك ما تكون بالسيف تولي واحد اخر في حياتك. هذا اللي بغيت انا الشباب يا ريت يكونوا شويه عارفين ان الانسان يكون نفسه الى بغى. ولكن كاين بعض الساعات يكون الانسان محظوظ وعلى حسب اذا كانت الهوايه عند الانسان ومعلوماته تتكمل. يعني وليت مبلي كان شي لقاء في دار الشباب حول نقبه ولا حول كذا عار تنمشيو ليه تنمشي في الخدمه ونمشي للنقبه مثلا نحضر يعني وتنسول على فين كاين شي لقاء جايين فيه هادو تيهضروا وكذا وكذا. هادي هي هادي هي مثلا هنا هاد الوقيته كنت خدام في درب الشرفه في الدار البيضاء فوار سويس مساحة سراغنا. وهاد الساحه مشهوره يعني خصك تكون جري وتكون موقد. ولكن حنا ملي تنمشيو للدار البيضاء ديك الساعه تيقولوا لنا اها راه مراكشي هذاك حظي منه راه هو الجامع الفنا. راه هو الجامع الفنا راه مفخره. نعم. ولكن هنا كانت عندها واحد السميه ولكن معناه والجامع فينا ما عندك ما تقضي معاه هاتولانتي تيحترموني ديك الساعه بالبيجا هذيك المرحله. هنا كنت خدام في درب الشرفه في الزقه 18 واحد الفران ديال اسماعيل الله يرحمه ام زميزي تقول لي اسماعيل عور ديك الساعه. انا كنت خدام يلاه توقفت واحد المراه قالت لي السلام عليكم يلاه جيب شي كتب. قلت لها فين؟ قالت لي في الزقه 20. قلت لها واخا بلاتي واحد شويه كملت هذاك الشيء. شو خباز كنت نطيب فيهم مشيت لقيتها دايره هذوك الكرتونات وانا نجيبهم. هذيك الساعه الطلبه تيقعدوا عندي في البرد تيقعدوا يطلعوا عندي الفران سخون تيقعدوا الطلبه ديال الباك تيجمعوا هذا جوج هنا واحد هنا تيهضروا تيبدا نهضر معاهم كذا اش كذا. وكانت حقيقه
راه شوف اولدي الاحداث هي التي تغير العالم. الاحداث تغير الثقافه، الاحداث تغير الاقتصاد، الاحداث تغير مفهوم الانسان. هذيك من عجبت هذوك الكتب خويتهم هذوك الدراري ها هي ها قال لي هذا راه كتاب زين هذا راه كتاب ياك بداو تيعزلوهم ليا هذا راه كذا كذا حتى وليت كتيبات نيد لقيت شي حاجه قليله هذاك الشيء اللي بغيت تحرق هادو الكتب هزيتهم طلعتهم من واحد السده كنت نعش فيها واحد السده من جملتهم التاثير لقيت فيهم واحد الكتاب ديال سلامة موسى حريه الفكر وابطالها في التاريخ هزيتو بقيت نجمع في هذوك الكلمات تنتهج فيهم وهذوك الدراري هما بداو تيحكيو لي على سلامة موسى من المفكرين الاشتراكيين من المفكر اللي تيهضروا على الحريه ومن المفكر اللي تيهضروا على القمع منهم ياك وانا نبدا هذاك الكتاب عامين وانا تنقرا فيه كل مره تنبدا نلقي الحروف هذاك هو اللي عاود اثر عليا وصبحت صبحات هذيك الخزانه الا كنت خدام في الفران شحال تنخدموا كاع ب 60 ريال 80 تنخدم الفران الا قعدت تنهزو كتيبات منهم شي وحدين تنديهم للقريعه ودرب غلف انا فرشت في درب غلف وفرشت في القريعه وفرشت في تحت السراغنه حدا بوسيفون حدا التاكسيات كان الاب جيكو الله يرحمه اللي معروف اب ريادي كبير تيقعد حدايا في القهوه وانا تنفرش تما هو هنا كانت دوزت واحد المرحله ديال شويه ديال التسارى يكونوا ديال كذا زحزحنا هذا ولكن تكوين توليت نائب كاتب العام ديال الفرارنية شوف شوف كاش وليت كاتب العام وليت انا تنخدم الناس تنديروا واحد اسمها النوبه داك اللي خدام تيعطيك انت اللي ما خدام واحد نهار في الاسبوع كانت هنا عندنا في مراكش ولكن ملي مشيت طبقتها ماشي شوف هذا عمر زويته ماشي هذيك الساعه والصحه تيقول يا خماس بويا الصحه لي ما كاين مساله وهذه هي هذا هو الاساسي باش نعني ولي تنبيع الكتب وماشي غير تنبيعهم تنبيعهم وتنشوف المعرفه تقريبا ولا عندي ارتباط بكتاب ماشي كبيع وشري لا ولات عندي فكره اخرى وليت اللي جاي يشري عندي شي كتاب تنبدا نهضر معاه وتنسولو وكنت محظوظ ديك الساعه كان تيجي نس عبد الله ابراهيم درب غلف شحال من خطره ديت ليه الكرتونات للدار في الدار البيضاء وكان الحبابي مؤسس اتحاد كتاب المغرب ومؤسس الفلسفه هو اللي قحم الفلسفه في البرنامج يبا هاد الناس ملي كانوا تيجيو للكتاب بالسيف ما تتكون يبا هي هادي ودخلت في المعركه النقابه وليت انا تنحتج ولينا هادي اللي ساعدت يعني باش الانسان التكوين ديالي هكذا كاينين الناس مثلا مكونين عندهم شواهد وكذا ولكن ما تيكونش ذاك الفهم ديال المعرفه كاين وكاين كتبينيت ولكن كتبين تجار تيبيعوا شي كتاب وصافي كاين مدير كاين تا ولي درت مكتبه تا كاين دابا مكتبات مع مدير ماشي كتبينة كاين الفرق ما بين الكتبي والمكتبي وصاحب مكتبه وبزاف باش تكون كتبي انا اعتز بنفسي وازكي نفسي نعم يعني على ما قدمت الوطني بالنسبه لي الكتاب هذيك الساعة كان الدار البيضاء فيها واحد السيد هو الموزع في المغرب كانت عنده واحد الحانوت في سماط اسمه بن البشير ربط معاه العلاقة هذا السيد عنده ديك الحانوت فيها شي جوج متر ولا جوج متر ونص تتوقف عنده السلام عليكم تتبدا تشوف الكتب تيقول لك علاه انت كذا ومنين انت ولا كذا كذا اي علاه انت كذا عاد تيشد تيهز واحد البدا وتيهز الساروت
وتيقول لك راه معززة هذاك السيد يلاه دابا عاد تيديك واحد الدار عنده رياض حدا جامع الشلوح في مدينة خليمة عاد تيحل لك عاد تدخل تلقى طبقة الكتب هادو هذا بدا في معرض الكتاب خص هذا الإنسان يكون ليه صوار في معرض الكتاب يتقام الضرب إلا دابا معرض قداش ما تنفكروش يعني باش نديرو هاد الكتبية القدام ديال الدار البيضاء ونديرو مطابع شكلية اللي يجيو الأطفال ويدخلوا ليها ويشوفوا المطبع الكتاب كيف تيت كيف تيت هذه هي ثقافة المعرض الكتاب خصها تكون فيه مطبعة شكلية يجيو التلاميذ يدخلوا ويشوفوا هذا الكتاب كيفاش تيتطبع كيفاش كان قريت كيفاش تيخرج هذه ما تنديروهاش هاد الناس اللي مكلفين وتينظموا معرض الكتاب من الأسس خصها تكون قاعة خاصة بالكتبية القدام ديال الدار البيضاء ونشوفوا احنا انا مستعد ماشي دابا تنسمعوا الدعم ديال الكتاب تنسمعوه في الفلوس شكون تيقبض هذا الدعم ما تنعرفوش دار النشر يعني دار لا لا النشر هذاك عنده واش اللي عنده 5 ملايير نعاود نعطيه دعم ديال الكتاب ديال دعم خصو يكون دعم مثلا بحالنا حنا تنبيعوا الكتب القديمه وتنعطيو جوائز للاطفال وتنديروا لقاءات وما عندنا شيء هذا تنسمعوا حنا الملايير تتعطى ما الان ما تنفصلوش كيفاش شكون هذا المسؤول اللي اذا كان وهذا السيد اللي بيتقبض هذا الدعم خصو تكون تزكيه ديال المندوب ثقافه تيزكيه بانه استحق لانه تيقوم بعمل وتيقوم بلقاءات ثقافيه وتيقوم اما اذا كان دابا حنا تنديروا هكا ديال المرحله ديال اللي دوز في الدار البيضاء مثلا كده في 66 بديت تنجي كنت ديك الساعه تنجي من العيد للعيد عند وليده تنجيب شي كرتون هاد الكتب تنبيعها ونزيد بحالي باش تركب ولكن في 66 رجعت لمدينه مراكش مسيفه كذا شي كان ولي ديك الساعه 66 قلت نحط في جامعه الفنا لقيت المعاناه ان ما خلاونيش هاي المسؤولين ديك الساعه ما خلاونيش شويه كنت جد واحد الزبعه ديال الكتب الفلسفيه ماركسيه نادو شكاوبيه هذوك المطابع مكتبات او واحد تيجيب كتب جديده وما عنده ضريبه ما عنده والو ولا مضايقات تيضايقوني 68 مشيت تاني جبت كتب صفه رسميه صبحت تنزحم هنا يعني الحمد لله درت المعرض تقريبا معرض في الساحه بالكتب الجديده وهنا دخلت الجديد في هذاك الكتبين اللي كانوا كتب شويه ديال اللغه ديال الفقه ديال الحديث انا قحمت بعض الكتب الفلسفيه ما كايناش عند شي واحد اخر تنبدع انا حياتي لا اقلد ابدا وما عمرني ديت شي لائحه اللي كنت غادي انا من مراكش للدار البيضاء ندير لائحه بغيت نجيب ما عمرها كانت ليا الكتبيين دابا تنتلاقى معاهم جايب اللائحه داكشي اللي بيدي انا كنت تنمشي تنفكر راسي تنهز هذا الكتاب ونشوف هذا ونشوف الاحداث اللي كاينه في العالم وتربطها بشي كتب الا كاينين تنتم جايبهم وكان كنت محظوظ هنا كانت ثاني الحمد لله كانت كذا كذا كان تفكير اخر اللي تعتز به مدينه مراكش واهل مراكش واول واحد درت مكتبه الوعي المتنقله مكتبه الوعي المتنقله هذه ارتباطها بالاحداث كانت الاحداث الاعتقالات وكانوا جم اساتذه وكذا كانوا مرتبطين تيجيو لعندي تيشريو الكتب وهادي وكانت من العشيه لعشيه تتكون عندي جوقه في البراكه يعني كان اشنو شي نهار خرجت قالت لي لقيت شي تلميذات واقفين لهي جهه البوسطه كيتذكروا بيديهم هكا وانا نمشي عندهم قلت لهم اين له قال لنا راه قالوا لنا اللي مشى هذيك البركه تيقيدوه البوليس شكون اللي قال لكم هذا؟ قال لك راه قال لنا يا ولي لا نجيبوا الكتب انا نجيبهم لكم انت عندكم غد لي صبحت تنصيب واحد الكريسه او عربه تتجر بالموتور صيبتها وقديت فيها الطابلو ديال الكتب
وليت تنعمرها الصباح وتنجرها انا بالموتور وتندور بها. ولا بس بتي وسيب التجفين بنو عباد وتنبيع ونشري وتعطوني الطلبة الفلوس. اجنو عاود اكتشفت نعم هادشي ملي تنجيب كتب جديدة تندير واحد 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 نموذج في هذيك الكريسة هذيك من كتابة الوعي وتنمشي بها الانجليز تنوقف حدا القهوي حدا الريسانس وحدا نيغوسيا تنقول ما جدا من مراكش من جديد تنقول لهم هالي دخل مراكش ديك الساعة ما كان شايع يشعر في التلفزيون ولا لا هذه فكرة ما دارهاش شي واحد وما شفتهاش وما قلت فيها شي واحد وهكذا أنا تنبغي اللي يقول لك أنا كتبي ولا يجي يقول لك قدم واش قدم هاد الخدمات أما يجي ويقول لك أنا كتبي وجاتنا جاو الناس من مراكش ولقاو فرص تجار وأنا ولكن كان هدفي أنا الوحيد هو تنبحث على راسي دار مهرجان الهوات في مراكش ديك الساعة كان تيقول واحد المهرجان في المسرح تيدار في كل مدينة هذاك العام 78 ولا الدار في مراكش مشيت جبت الكتب ديال المسرح وتنعرضهم في السينما بالاس وفي الصباح تنديهم للمناقشة في العباد في الدروج تنفرش الكتب هذا مثلا حتى اللي بغى يهضر على الكتاب ويقول انا كتبي يعطيني نعم. بحال هكا نعم تبارك الله نيس عمر انت ذاكره المراكشيه القل النادر ديالها والحمد لله انه في هذا الزمن تبارك الله ما شاء الله يعني وفي هذا الزمن في الزمن اللي اغلب يعني الالكتروني على ما هو يعني كتاب فللاسف اليوم احنا لنا الشرف اننا نكون مع السي عمر في هذا الوقت الجميل باش اننا نوقفوا على هذا المسار ديال هذا الرجل اللي عصامي كون نفسه بنفسه في مجال الكتابه ومجال يعني الكتب بصفه عامه مابقاش نشكركم شكرا على حسن المتابعه نتمنى اننا نلقاكم في مباشر ان شاء الله اخر على قناه شفتي تنصوره هذه نصوره السي عمر